كأس العالم 82 سمحت إذن للكرة الجزائرية الخروج إلى ساحة العالمية بنجوم وأسماء متميزة كما تابعنا، وجاءت تصفيات مونديال المكسيك 86 ومشوار بدون خطأ أمام أنغولا زامبيا وتونس ذهبا وإيابا. نعم بويش بويش بابا بويش بابا بلا فرصة مرسقال في اتجاه من قندوز قندوز قريشي قريشي من جديد قندوز قندوز ياحي ياحي هايلة من عند ياحي ياحي ولكن وحده ياحي عاود يسترجع كرته ياحي كنت جمال كاد يكون الهدف ولكن ركنية صالح للعب خلفية بالعقب عصاد ولكن كانت غلط بواحد لكن الخصم رقم 10 في اتجاه رقم 2 وهو يبدو لي حتى الفريق الأنغولي يطبق نفس الخطة اللي يطبقها المدرب سعدان سعدان هذا اليوم كما تكثير على الدفاع والوسط صفر مقابل صفر هنا يحيى يرفع كرته لشكون مازال شكون ضربة راسية ضعيفة من حارس نابوليوس فريق الأنغولي شوفوا بعد قاسي ترك وسط الميدان قاسي ولكن كانت هناك بالنسبة لرقم 16 ولولا العارضة الأفقية لكان من جديد يخرج الحارس بابا بدريد بدريد ببراعة صحيح وهكذا سيداتي أوانسي سادتي يصفر معلن الحكم الغيني نهاية هذا اللقاء اللي انتهى بنتيجة التعادل صفر مقابل صفر اسقاني يبحث عن المراوغة باقي عنده الكرة تفتك له لا يدخل بويش داخل منطقة ما فيش تسلل يقول الحكم بويش اسرع ما فيش تسلل ولا هدف اوه خرجها احد اللاعبين بعد الضربة الرأسية تاع ياحي كانت ممتازة ولا ان بويش تعطل منصوري فتحة طويلة ومصوبة وسجل ممتازة اللقطة هذه من منصوري رغم ان الجمهور مازال يشجع ويطلب في مهاجمينا هذا ماجر مليح اشوف دون مراقبة من نهاد داخل منطقة العمليات وهدف الثاني ممتازة من ماجر ماجر قوسها في الوسط اتجاه قندوس مع بويش تلاقى من بويش استعمال المراوغة من سولة وتمس لصالح من سولة لا ما تخرجش الكرة يا خويا انساولا ترجع له انساولا افعل المراوغة يدخل ليحا وبويش يسجل وبويش يسجل ويش وضيف الهدف الثالث وضيف الهدف الثالث أعجوبة المهم هو النتيجة الآن هذا ماجر ينطلق ماجر ينطلق على الجهة اليمنى انطلاقة تاع ماجر ماجر وش راح يعمل يمر ويضيع يسجل لا ممتازة تنفذ المخالفة فتحة تريد بصعوبة والإصابة ورأيه رأينا كذلك ورأي أغلبية المتفرجين بينما هذه محاولة خطيرة والهدف الثاني خطيرة وهدف ثاني شيخ ياحي دور بالكرة ركال بن شيخ
بيمر بن شيخ بالمراوغة يوجدش الطريق في الأخير يوجد طريق عن طريق ضيع الفرصة مناد وعصاد على الجهة اليسرى ومعاه ماجر قبل يعطيها الماجر وهي من ماجر ممتازة القطفة هذه من ماجر كم أعطى خطأ لمنتخب الوطن ينفذ ماجر في اتجاه منصور مع عصاد ليحة من عصاد مناد في الوقت اللي كان بإمكانه باش يسكن الكرة في الجهة اليسرى بتاع الحارس لكن أعطاها في يدين الحارس تضييق اللاعب شوف من طرف المنتخب الزامبي يترك اللاعبين يجيوا حتى لوسط الميدان ثم يبدأ في محاولته لتكسير الهجمات جاب نساول الهدف الاول ممتازة شوف لقطة فنية رائعة ثلاث تمريرات وتسجيل اول هدف حقيقة في المستوى شوف التمريرة من ماجر ممتاز ماجر في الوسط شوف شاف مناد ارسل له كرة ممتازة عرف كيف يعمل بها بن سولة جالبنا ليحة من بن سولة انطلاقة داخل منطقة العمليات بن سولة ليحة ضيعها بن سولة تقدم كثير كان المفروض يوزع كورته لأحد الرفقاء ماجر قاسي سعيد ماجر شرب حظ ممتازة ممتازة كنت نظنها داخل الشباك منصور عصاد روغة دخول داخل المنطقة عصاد ممتازة لكن في يد الحارس كلهم مهمة سهلة ماجر جمهور غير راضي على الطريقة اللي يلعب بها المنتخب الوطني ياحي الهدف الثاني وماجر يضيع والهدف الثاني سلام ماجر الهدف الثاني من ماجر اللي حرر الجمهور ياحي تبع الكرة كقلب هجوم تبع الكرة كقلب هجوم واعطاه فرصة لرفيقه شوف ماجر بعد الخطأ في تمرير الكرة من طرف الدفاع ياحي يتفوق على الحارس وبكل رزانة عرف كيف يوزع كورته لماجر ماجر بكل قوة يقذف تصطدم الكرة بالقائم والعارضة وتدخل في شباك الحارس شابالا في الدقيقة 39 العارضة كانت بالمرصاد لهذا القذفة القوية من اللاعب رقم 11 واليا خطيرة اللقطة هذه خطيرة على مرمى دريد لكن تخرج الكرة من المنطقة بن سولة ساعدت منصوري دفاع لحد الآن ممتاز ادريد ممتاز بعد الخطفة هذه من ماكينكا ماسي سعيد تبع بالكرة هذه تدخل ماكينكا ليحة من دريد ممتاز يا دريد ممتاز مناد ممتاز ندوس دريد بالمرصد عصاد يتلق الحارس افتكلوا هذه الكرة كثر ها
دفاع جزائري بتحمل عبء هذه المقابلة. عساد استعمل المراوغة عساد والسرعة متاعه منا داخل منطقة العملية اطيع الكرة اطيع الكرة من منا ممتاز دريد ممتاز دريد بعد القذفة القوية كاوا دريد ممتاز دريد ممتاز مرض ياحي اللي تخلي منذ لحظات اول كرة يلمسها ياحي وانطلقها منه على الجهة اليسرى ياحي راوغ ممتاز ياحي ممتاز المراوغة باتجاه مناد والهدف مناد مناد ضيع مناد فرصة ذهبية بنساولة بنساولة في هجوم عكس بعد الكرة المرتدة هذه بنساولة ومعاه مناد من ساولة مناد مناد ينطلق ما يخرج له الحارس والهدف 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 من ساولة من ساولة يسجل من ساولة يسجل أول هدف من ساولة من ساولة بعد هذا التمريرة الرائعة تمريرة ذكية من مناد يا سلام عليك يا من ساولة من ساولة يحرر اللاعبين ويسجل أول إصابة إصابة الفوز إصابة التأهل إلى مونديال 86 في المكسيكو إن شاء الله مروغة الأرجال مروغة ثانية جرب حق الأرجال جاجة الأرجال ومنتاج من تبريد خلفت راوي المنتصر وريشي قندوز اصبح كمهاجم الان قندوز راح يعمل بالكرة لحالة اللومي وماجر يسجل يسجل ماجر يعدل نتيجة يعدل ماجر نتيجة بعد هذه المحاولة الفردية الممتازة من قندوز اللي مرر كورته باتجاه الهجوم الحارس يدخل الدفاع وماجر يكون في المكان المناسب باش يعدل النتيجة هدف لهدف الان بعد مرور حوالي 24 دقيقة لعب هدف لهدف هنا بملعب المزة بعد تعديل ماجر للنتيجة ويتلقى الجمهور يشجع المنتخب الوطني جمهور كبير يحضر هذا اللقاء يقدر حوالي 2000 انتقلوا إلى ملعب المزة انتقلوا خصيصا للجزائر كرة مقوّر جيري وريش ممتازة من ماجر يدخل داخل منطقة عمليات ماجر ليحل من الناس هدف ثاني هدف ثاني ممتاز 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 من ماجر يا سلام ممتازة لقطة فنية خارقة العادة لقطة فنية ممتازة كرة بين ثلاث لاعبين بين ثلاث لاعبين بين كل من عساد ماجر و مناد شوف ماجر المحاولة تاعه محاولة ممتازة ماجر مراوغة ثم توزيع الكرة ممتاز ممتاز ها هو الذكاء هذا الذكاء وهذا هذه هي كرة القدم بدري لقى بسرعة ماجر مع بلوبي يتفوق عساد ويتلقى ماجر
ما يسجل فاجر، ما يسجل فاجر. مرض جاز في اللومي تعرف اني وزع كورتو الوقت ما فيش تسلل، ما فيش تسلل. هاتي سعيد ولا بالجاز. اه يا قاسي ممتاز، يا قاسي ممتاز ممتاز، قاسي سعيد ممتاز، قاسي سعيد. ثلاث تمريرات، ثلاث تمريرات لقد، ثلاث تمريرات وهدف ثالث ممتاز، ثلاث تمريرات وهدف ثالث ممتاز من قاسي سعيد. قاسي سعيد من تلقي لمازن، مازن يرجع الكرة لقوتها في الوسط سعادة. ممتاز ممتاز، هدف ثالث. وريشي ثم بندوس سعيد، قاسي سعيد، قاسي سعيد. منصوري راسه ذكية تهدئة اللعب، فكرة وتجربة ومستوى فني. عساد، عساد يعمل عساد، يستعمل مراوغة والهدف الرابع، الهدف الرابع من المزاد. يا سلام، الهدف الرابع. دخل القصري، تبقى الكرة عن المرمى، فتحة ممتازة وإصابة، إصابة أولى، إصابة أولى لصالح المنتخب الوطني من ماجر. إصابة أولى بعد تردد الدفاع التونسي، تردد الدفاع التونسي في خروج من الكرة هذه، كانت ممتازة، كانت ذكية من مارك باتجاه الجهة اليمنى، باتجاه القائم الثاني. نفس المخالفة والهدف الثاني، هدف الثاني من ناس، ممتاز من ناس، ممتاز. يا سلام، هدف ثاني من أروع ما يكون من ناس. فتحة من بلومي على رأس من ناس يصعد كل اللاعبين وإباغة السبعي. 2-0 في النتيجة بالإعادة، شكرا لزملائي قبل الوطني، وإعادة من زاوية أخرى. تمر النتيجة لصالح المنتخب الوطني، ماجر محاولة ممتازة، ما فيش تسلل. ياحي وجه لوجه مع الحارس، الهدف الثالث، الهدف الثالث، الهدف الثالث من ياحي.